وفت الأميرة نورة بنت هزال الرجبان الدوسري الزوجة الثالثة لحاكم قطر الأمير تميم حمد بن خليفة الثاني. خبر هز الشارع القطري أول يوم عيد الأضحى المبارك سنة 2017، مش بس لأن الأميرة الشابة اتكتم على خبر وفاتها بشكل رهيب، لا ده لأن وفاتها ما كانتش وفاة طبيعية. تعالوا بنا نعرف أسرار مقتل نورة الدوسري وإزاي الصراع على السلطة في قطر والدسائس والفتن بتوصل للانتقام والموت وبتأكد فكرة إن البقاء للأقوى. القصة بدأت بصراع وغيرة من الزوجة الثالثة للأمير تميم المدللة والأقرب لقلبه نورة الدوسري اللي اتجوزها حاكم قطر في سنة 2014 بعد توليه الحكم، واللي قالت مصادر مؤكدة انه أجر لها شاطئ كامل ليها في شهر العسل واللي منها ثلاث أولاد الشيخ جوعان والشيخ محمد والشيخ فهد. معروف عن نورة الدوسري هي أجمل زوجاته، وده خلاها تقدر تدخل صراع الزوجات للحفاظ على حقوق أبنائها وتمهيد لوصولهم كرسي الحكم بجمالها وقربها من قلب الأمير، عكس باقي زوجاته اللي بيعتمدوا في الصراع على تكثيف الظهور الإعلامي والعمل الخيري، ومنهم اللي بتعتمد على قربها من الشيخة موزة. الصراع بين حارم تميم وصل لأخره، وأخره ده كان سنة 2017 تحديدا شهر يوليو لما انتشرت صور عارية للأمير تميم على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة إنها طلعت ترند عالمي، ورواد التواصل الاجتماعي ما سكتوش طبعا. وقتها عملوا ترند هاشتاج تميم العريان، والترند ده لقى صدى كبير في الوطن العربي، وأكتر التعليقات على الترند كانت ساخرة، ده غير الكوميكس اللي اتنشرت وقتها. في اللي علق وقال ربي عيالك يا موزة، واللي علق وقال تميم سايب الأقصى وقاعد يصور لنا شعر صدره سيلفي، واللي غردت وقالت كان بيكلمنا على السيادة وهو مخترق في حجرة نومه، لدرجة إن الصورة اتحطت كفر لمجلات عالمية، يعني نقدر نقول كانت فضيحة بجلاجل. وعلى فكرة في التوقيت ده كانت قطر على خلاف مع المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي لأسباب سياسية، يعني ما نستبعدش ان الموضوع يكون تدبير سياسي، بس اللي حصل ان الامير تميم فتح تحقيق موسع علشان يعرف مين اللي سرب الصورة، وجات له التقارير بان زوجته نورة الدوسري واختها متورطين في تسريب الصورة العارية، مع العلم ان نورة كانت على خلاف مع امير قطر في الوقت ده. والتحقيقات اللي تمت بيقال ان زوجته الاولى جواهر كان ليها ايد في تدليس الحقائق فيها. ما هو صراع الضراير بقى ملوش سقف. اللي حصل بعد كده ان تميم ابن حمد فورا طلق زوجته نورة الدوسري، مش بس كده ده اتضرب على رأسها أعيرة نارية غدر وفضلت في العناية المركزة لمدة شهر كامل قبل إعلان وفاتها أول أيام العيد 2017. في الأول طبعا للنظام الحاكم أعلن خبر الوفاة من غير ما يذكر إنها جريمة قتل، لحد ما الشيخة نوف بنت حمد الثاني أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية وواحدة من أميرات العيلة الحاكمة نشرت صور شهادة الوفاة الخاصة بنورة الدوسري على حسابها الرسمي على تويتر، وغردت وقالت بغضب عار على كل دوسري أن يتقبل تهاني العيد قبل أخذ صقر نورة هزال. الغريب إن بعد المأساة اللي حصلت دي بدل ما النظام الحاكم يحاول يهدي الرأي العام ويمتص الصدمة اللي سببها للشارع القطري، حصل أغرب تصرف مستحيل يخطر على بال بشر. تخيلوا إن تاني يوم من دفن نورة الدوسري الأمير تميم عقد قرانه على لمياء بنت حمد بن جاسم، وكأن سلسلة جبروت النظام القطري مش عايزة تنقطع ولا حاجة توقفها. والأغرب من جريمة التصفية الجسدية اللي حصلت لنورة الدوسري والغدر بيها بأمر من زوجها حاكم قطر، إن صوابع الاتهام أكدت إن اللي نفذ عملية التصفية هو خال ضرتها الشيخة جواهر الزوجة الأولى لتميم. ولسه صراع حريم تميم مستمر، ولسه حكم البقاء للأقوى في النظام القطري مستمر.